في أقل من 7 ساعات قدر شاب من كفر الشيخ أنه يقرأ القرآن الكريم كاملاً من غير ولا خطأ واحد. الشاب محمد عبد الرحمن خريج كلية الصيدلة حفظ القرآن الكريم كاملاً وشارك في هذه المسابقة، مسابقة القرآن العظيم اللي أطلقها مسجد المرسي في كفر الشيخ لتسميع القرآن الكريم في جلسة واحدة. هو معانا دلوقتي على التليفون. يا دكتور محمد صباح الخير. يا أهلاً بيك، ألف مبروك. وعايزين نتكلم عن تفاصيل المسابقة، لكن قبل ما نتكلم عنها عايز أعرف في البداية كده رحلتك مع القرآن الكريم بدأت إمتى؟ أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، بفضل الله يعني إن الواحد نشأ في بيت يعتبر كله بيحفظ القرآن الكريم. في الكتاب يعني زي ما حضرتك عارف دايما الكل بيكون مهتم بانه يعلم ابنه القرآن في معظم القرى يعني والمراكز، يعني كله بينشأ يعني في غالبا في الاوضاع اللي زي دي. بعدين الحمد لله يعني ختمت القرآن في سن 9 سنين تقريبا، يعني اللي هو قبل رابعه ابتدائي. ما شاء الله. كان مراجعه وتسميع، يعني كان الناس حضرتك عارف يعني كل لسه ما فيش تجويد، يعني تحفظ ايه زي ما كله بيحفظ وخلاص يعني. مفهوم. تمام. بعدين انتقلت بقى لمرحله التجويد، تجويد القران يعني. في عندي شيوخ من اهل بلدي برضو بمركز، انا محمد عبد الرحمن يعني من بيعلى من محافظه كفر الشيخ. فتعلمت يعني دي بلد الشيخ ابو العلي شعيشه، يعني بلد القراء. كان نقيب القراء الشيخ ابو العلي شعيشه الله يرحمه. فتعلمت القراءه اللي هو تجويد القران يعني عند شيوخ امثال الشيخ خالد عبد الحكيم، الشيخ مصطفى ابو المعاطي بدر. ولكن ده كان تجويد وتمكن يعني من تلاوه القران. اما الحفظ فكان على يد الشيخ، كان الشيخ ابراهيم فطاير، كان يعتبر شيخ مقرئين بيلا، كان كفيف الله يرحمه، ولكن كان قوي البصيره. تمام. بعدين خلاص دخلت الثانويه العامه وبعدين الكليه، اللي يعني الواحد كمل بوخ شويه في الدراسه، يعني دايما احنا ما بنهتم بالامور العلميه شويه. يعني انت يا دكتور محمد اتممت حفظك للقران الكريم امتى؟ بالضبط زي ما قلت لحضرتك كنت خاتم للقران في سن 9 سنين. 7 سنين. 9 سنين. 9 سنين يعني يعني رابعه ابتدائي او. طيب ده ما شاء الله طبعا، لكن هي بكل تأكيد هي موهبة وهبة كمان من الله عز وجل، لكن ممكن يكون في كمان مقاومات اشتغلت عليها يا دكتور وقويت نفسك بيها عشان تقدر توصل، لأنه ما شاء الله يعني أن توصل لدرجة عدم وجود خطأ واحد في قراءة القرآن الكريم وفي وقت قياسي ما شاء الله. والله يا أستاذ جمانة أنا حضرتك يعني كنت ما هو يعني وضع ان انت تسمع القران الكريم في جلسه واحده في 7 ساعات بدون اخطاء مش بتيجي يعني كده، يعني اكيد طبعًا. كان في مقومات منها ان هو عدم الانفصال عن مراجعه القران، وخصوصا يعني هو كنت يعني كنت اخمن حضرتك يعني المسيره ان انا كنت في الكليه بدات ان انا ارجع تاني من خلال ان انا اقرا، بس اقرا القران قراءه عاديه زي ما اي حد عايز يقرا وكده يعني. بعدين قلت ان انا نفسي اراجع مراجعه تكون كويسه، ارجع بقى زي ايه ما كنت وانا صغير براجع جزئين او 3 في اليوم وكده يعني. الشيخ محمد امام مسجد المرسي بمدينه بيلا نزل منشور إن عن انه يعني ايه يعني سيعقد مسابقه بالمسجد لتسميع القران الكريم كاملا. من يوم بقى ما سمعت عن المسابقه وانا عملت لنفسي يعني زي ما حضرتك كده دوره منهجيه لمراجعه القران. ازاي بقى مثلا بدات ان انا اراجع جزء بجزء، يعني موضوع ان انا 30 جزء في مره بيحكي محتاج تدريب وترتيب. بدات ان انا مثلا اراجع جزء بجزء في اليوم لحد ما الشهر خلص، عملت جزئين بجزئين، عملت بعد كده 3 اجزاء ب3 اجزاء، كل ده ختمات لحد ما توصل لمرحله ان انت مثلا 5 اجزاء في اليوم مثلا. تبدا بقى تحافظ على ايه ان انت تعلي وما تسيبش المصحف، لان القران بيتنسى بسرعه، القران يعني اكثر متشابه زي ما ربنا بيقول الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها يعني. فكان محتاج ان انت علشان ما تنساش وما تخلطش الامور ببعض ان انت تراجع كتير. تراجع كتير وفترات المراجعه تكون فترات قصيره جدا بحيث ان انت يعني تخلص في خلال 4 5 ايام ورا بعض. كم واحد كم مشترك في هذه المسابقه يا دكتور؟ والله زي ما بقول لحضرتك كده المسابقه كان في اول ما الشيخ يعني قال عنها تقدم ليها عدد كويس من الناس يعني من والاعمار مختلفه، يعني مش بس مثلا سن الكليات او سن الصغير او الكبير، هو يعني كان الاعمار مفتوحه يعني.
تقدم ليها عدد كويس منهم اللي سمع ووفق يعني في الجلسه، وفي ناس بتقعد بس مثلا يخطا اكثر من خطا، فالشيخ يعني ما بيكملش مع الجلسه يعني. طيب دكتور محمد، يعني ابرز الناس اللي كان ليهم دور في مسيرتك، يعني زي احنا بنتكلم ما شاء الله ان انت قراءه القران الكريم وتسميعه في 7 ساعات بدون خطا واحد، اكيد كان في ناس كتير ساعدتك انت تقدر توصل للمرحله دي. والله يا استاذ جمال، يعني انا بفضل الله يعني بعد فضل الله والدي وامي يعني كان لهم الفضل الاكبر عليا في الاهتمام بالقران يعني ومراجعته، يعني منذ الصغر يعني وفي البيت يشجعونا ماديا ومعنويا على المراجعه وجوائز وكذا يعني علشان نهتم بالامر. وبعدين بقى طبعا مشايخنا يعني ما ننساهمش كلهم، يعني كان لهم الفضل الاكبر في ان احنا نفضل على مستوى يعني على هذا المستوى يعني في مراجعه القران الكريم يعني. طيب دكتور محمد، هل شاركت في مسابقات تانيه متعلقه بالقراءات مثلا؟ يعني كنت مشارك قبل كده ايام ما كان في مسابقات اكتر من كده، دلوقتي كنت طبعا يعني كنت مشارك في اكتر من مسابقه يعني هنا في المركز وعلى مستوى المحافظه طبعا، ويعني وكنت برضه في مراكز متقدمه منها يعني الحمد لله. عظيم الحمد لله. يعني الحقيقه انه يعني حدث، او يعني احنا زي ما احنا شايفين كده يا دكتور، يعني بنحييك الحقيقه وما شاء الله يعني الله. وربنا يكرمك يا رب وينفعك بيه ويجعلك كمان تنفع الناس بالقران الكريم ان شاء الله. دكتور محمد عبد الرحمن صقر، بنشكرك جزيل الشكر.